زي ما قلت لحضراتكم كده، ده يعني مخزن من المخازن اللي فيها بتشوف الصناعة بتاعت الفسيخ رايحة فين وجاية منين، بيجي ازاي وبيتصنع ازاي بيتعمل ازاي. طبعا مش عايزين نعرف سر الصنعة بقدر ما نعرف تقنية الصنعة، وده فرق كبير ما بين الاثنين، لان سر الصنعة معناه ان انا يعني الراجل الكلام اللي هيقوله ده كله الناس هتشتغل في الفسيخ، انا مش عايزين كده، احنا عايزين كل واحد في حتته وكل واحد في الحاجة اللي هو متعود عليها وكل حاجة في الورث والارث اللي هو اتعود عليه. عمنا سيد عبد العاطي او الحاج سيد عبد العاطي واحد من الناس اللي في بيله اللي ليهم تاريخ طويل في هذا الامر. اولا برحب بحضرتك، شرفنا وتعبينك معانا. لا ازاي ده، انت لك الجو حر بقى وبتاع، بس برضو شرفتونا يعني مجرد ان احنا التقينا بيكم ففي لطف كده، ده شرف لينا. ربنا يخليك، ربنا يخليك، شرفت المكان. الله يخليك، الله يخليك من فوق. قول لي بقى ايه الجو هنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بنبدا من البدايه. البدايه هنا المصنع، المعمل، المخزن، كلمه السر. كل مكان وله كلمه سر. في الدنيا كلها وكل مهنه وكل وظيفه لها كلمه السر. هنا عندنا كلمه السر. نبدا برميلنا الخشب. طيب البرميل ده بقى لازم يكون خشب؟ لازم يكون خشب. ده بتاع زمان ده، ده ايام افلام فريد شوقي والله اساسا زكي رستم والناس دي، كان محمود المليجي. محمود المليجي كنت شايف البراميل دي. يعني البراميل دي لا استغناء عنها، لا استغناء عنها. امال البلاستيك بقى دي ايه بقى؟ بي 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 بيسد خانه، لكن الاساس ده، الاساس ده ولسه بيتصنع عم سيد. ما شاء الله، لسه بيتصنع ما شاء الله. ما زال عندنا ناس معينه بيصنعوا لنا. ما شاء الله. تمام. ايه بقى الحكايه جوه بقى؟ الحكايه تبدا من هنا، من هنا. تبدا من جوه، من كلمه السر. طالما حضرتك شرفتنا ونورتنا المكان ده، لان مش اي حد يخش المكان ده. تمام. فطالما انت بنفسك شرفتنا فلازم تخش جوه المعمل. لازم جوه المعمل نبدا من بدايه. دي رقم واحد. رقم واحد. ماشي، اتفضل. اتفضل يا مسيح. كده احنا في كلمة السر الأولى. الأولى. المعمل. مصنع. قول لي بقى مصنيع. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السمكة. السمك. تمام. لازم يكون السمك سمك أرض طينة. أرض طينة. سمك ميته عذبة، مية حلوة. علشان ينفع في الفسيخ. تمام. عمر ما هتلاقي سمك أرض طينة وميته عذبة وميته نظيفة وزرعه نظيف إلا بالحلاوة دي، اللهم صل على سيدنا محمد، في أرضنا. أرضنا أرض كفر الشيخ. لأن احنا الحمد لله بنمتاز بالسمك، بزراعه السمك. زي ما بنمتاز بزراعه الارز والاستعار القطن والكلام ده كله. الحمد لله بنمتاز رقم واحد على مستوى الجمهوريه بزراعه السمك. تمام. ما شاء الله. تمام. فيطلع بالحلاوه دي. تمام. ايوه 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 هي دي يا ريس. اهم هنا كلمه السر. استنى ده مهم قوي دي. هنا كلمه السر. ساعات يجي يقول لي انا عايز اعرف السمك صبح ولا لا. من الخياشيم. من الخياشيم. كده ما شاء الله. الحمار ده دي لو طب لو مش تمام، مش نظيف. لا لو مش تمام بيبقى لونها ايه؟ بيبقى لونها غامق، لون بني. بني كده معناها انها صابح. صابح طازه. طالع من ساعتين من الميه. صابح. يوم بيومه، اليوم بيومه. هي السمكه على ما بتطلع من الميه بتقعد قد ايه؟ على ما تنتهي الروح تطلعها. بالظبط من 3 ساعات ل 4 ساعات اول ما تطلع من الميه. بعد ما تطلع من الميه من ساعتين ل 3 ونص. تمام. في المجال ده كده. تمام. لكن تمام. يا دوبك هو بيوصل عندنا هنا سعادتك يعني من جيبه من الارض. تمام. بيوصل عندنا هنا خلاص لسه بيتمتع. يبقى لسه صاحي بيتمتع. بنسيبه براحته بقى. انتوا بتشتروه بقى من الحلقه ولا بتشتروه من الحلقه ومن الارض؟ تمام. معانا ناس مع زرع اراضي. ناس احنا نثق فيها. لان سعادتك مش اي سمك بوري ينفع فسيخ. مش اي سمك مش بوري. اي سمك بوري ينفع فسيخ. لازم يكون بقى سمك مضمون 100%. ارض طينه. ميه عذبه. علف نظيف. لان بنشوف فسيخ كتير بيبوظ يا ريس. بسبب ايه؟ عدم صحه السمك. فين سمكه الشيخ علي؟ الشيخ علي موجوده. ما شاء الله. انت قلت لي في سمكه كده بقى شكلها مختلف كده. ما شاء الله. طيب ما تيجي. ايوه ما شاء الله. انتوا واخدين بالكم من السمكه دي؟ ما شاء الله. دي بركه. ليه اللي هي الفوق دي؟ دي سمكه اسمها سمكه الشيخ علي. الشيخ علي. ليه بقى؟ احنا ابهاتنا. انت بتقول لي السمك كوم والشيخ علي دي كوم. ما ببيعهاش. مش ببيعها. مش ببيعها. حلوه قوي. ولو جابت لي 1002 مش ببيعها. بس تبارك بيها. تعلمنا كده من ابهاتنا ومن جدودنا. يعني انت بتعمل بيها ايه؟ طب ما هي بناكلها في الاخر. بناكلها. بناكلها. لكن ما تبيعهاش. لا ما ببيعهاش.
مش ببيعها، بستبارك بيها. لما بتجي لي مثلا في سرحه سمك زي ديت ما شاء الله، بحس ان ربنا بيسهل حالها، بيسهل سوقها، واخدين بالكم من الشكل، الشكل بس بتاع السمكه ده يعني، معلش ده مهم قوي. واخدين بالكم من دي عادي. دي مش ملويه ولا حاجه ولا هي متنيه ولا بتاع، لا سمكه الشيخ سبحان علي الخالق. سبحان الله يعني الخالق. لو خدناها دي وخدنا سمكه عاديه زي دي مثلا او اهي، اتفضل ايوه او اهي، واخدين بالكم الفرق بين الاثنين؟ سبحان الله. دي يا حاج سيد ما بتاكلهاش؟ لا باكلها مش ببيعها، مش ببيعها. دي بركه السمك، بركه السمك يا حلاوه. شو ما يكون عندك حاجه في البيت كده مستبارك بيها في مجال شغلك، حاجه مستبارك بيها هبه من عند الله. بحس لما ربنا بيبعتها لي بيبقى مبارك لي في سرحه السمك دي، مبارك لي في الرزقه دي، هيبقى من وراها خير هيطلع لله من غير ما تحس. وهنا بقى انت بتجيب كل انواع السمك، كل انواع السمك، كل انواع السمك. اكبر سمكه عندك في الحته اللي احنا بنشتغل فيها دي موجوده يا فندم؟ في عندك سمكه كبيره ما شاء الله، لكن مو فيها سمك اكبر برضو؟ في اكبر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شغل عالي ده ما شاء الله. تاخدين بالكم الشغل ده ما شاء الله، ما شاء الله. ده لحمه 3 كيلو، ده لحمه، ده لحمه بالمعلقه، دي بالمعلقه، دي بالمعلقه، بالمعلقه، بالمعلقه. انا هعمل زي الاستاذ احمد حلمي في الـ في الـ في الفيلم مش كده بتاع عسل اسود، ما بحط كده. ودي عم سيد بقى اخبارها ايه بقى؟ طعمه قوي طبعاً قوي. أنا قوي، انا بضحك وبهزر يعني، لكن فكره انه ريحه المكان كلها سمك، بس ريحه محببه، مش ريحة اللي هي تنفرك يعني، تقول لا المكان نظيف يعني، مش عشان احنا جايين، هو لازم المكان يكون نظيف عشان حاجته تطلع نظيفة. ففكرة انك انت والله حاجة، الله حاجة جميلة، الله حاجة محترمة. ايه الحلويات يعني؟ دي اكبر سمكة عندك؟ اكبر سمكة يعني انا لو جبت سمكة كده من جوه ايوه، يبقى الاثنين دول همت دي 3 كيلو؟ تخش في 3 كيلو، 3 كيلو مبادر كمان. للعلم سعادتك أيوه. وهي طازه كانت اكتر من 3 كيلو وهي طازه، وهي طازه لان في معلومه مهمه جدا جدا ممكن جداً. نشيل المشبك بقى. معلومه مهمه جدا جدا ان السمك هو طازه غير هو فسيخ في الميزان، غير هو فسيخ في الميزان بيخس معروف بيخس الربع، ال 10 كيلو بيخس 2 كيلو ونص. انا لما بوست السمكيه مش حاسس ان في مشكله في الطعم يعني، مش قصدي طعم يعني، في الريحه، في النكهه. الله ينور عليك. ليه؟ ليه بقى يا معالي الباشا؟ اولا نظافه السمك رقم واحد وعلف السمك البرميل الخشب النفس نفس، المهنه دي سعادتك نفس، توارثناها ابا عن جدا نفس كده. احنا ملحنا كده الاول، كده اول حاجه اول حاجه بتجيبها طازه لازم لا يتغسل الاول، يتغسل الاول، يتغسل هنا ايوه، وبعدين تطلعه من هنا، تطلعه لهنا. سعادتك لا هو بيجي من هنا الاول كده، بيجي بيتحط هنا الاول، يتغسل هو كده كده في بدايته، كده لسه في بدايته. انت بقى هنا بتغسله ايوه، حطه هنا كده ويتغسل حلو كده كده سعادتك. زائد حاجه كمان شوف هو قد ايه نضيف من جوه بس لازم نغسله من جوه. سعادتك دي كلها من جوه كده سمنه بلدي فهمت. دي كلها البطن دي كلها سمنه حلوه قوي، سمنه بلدي يعني جوه كده. وانت بتفتح لازم نغسل دي بس لازم لازم تغسلها كده ايوه الله يفتح عليك ايوه بالنظافه، بيطلع منها شويه دم مثلا، شويه ميه، شويه دم بسيطه طبيعي بتاعه، وتطلع منها كده ايوه، وتروح قافلها تاني كده وتحطها هنا ونسيبها كده بقى صح ايوه، ونطلعها غسل كده دي اللي غسلناها برده. امسك كده يا فارس، امسك كده يا فارس، قرب ده شويه. سعادتك ده ابنك؟ ابن اختي معايا كمان، اصغر صنايع البيله محمود ابني ما شاء الله. سعادتك بقى كده لازم تعمل الحته دي ايوه دي لا ايوه هنا كده هنا ايوه كده ايوه الحته بتاعت الله يفتح عليك. مش اي حد برضو زي ما قلنا سعادتك سر فين؟ هنا هنا دي كده بص كده سعادتك بتسحب اهي ايوه بتسحب معايا اهي زائد هنا برضو كده اهو سعادتك بتسحب معايا ايوه، وتقوم نازله الميه تاني كده الشطه بتشطف حلوه اللي هو الدم ده ايوه سعادتك هو ده ده سر المهنه عندنا هو أيوة. وسر الصنعه أيوة. نظافه السمك قد ايه السمك نظيف ما شاء الله وسمين بس لازم برضو يتغسل. سعادتك بعد ما نحط في البوكس دي يتغسل كده حبايه من حبايه زي ما وريت سعادتك غسل من دماغه كده تمام. تحط هنا بيطلع هنا
وبعدين الملح، وبعدين بقى بنجيب برميل. هات البرميل لفارس. ايوه جدع. ده اداه مساعده من الادوات اللي احنا بنستعملها في شغلنا في سر مهنتنا. اداه مساعده اللي هو البرميل الخشب، لان كله مسانات ما شاء الله. فتح لو قعد يوم اسبوع 10 ايام تمام. عامل سعادتك زي ايه؟ احنا ناس فلاحين. عامل زي الزلعه، كل ما تحط فيها حته جبنه الحادقه بتقدم وتحلو. ده بتاخد السمك ده. بتاخد السمك ده سعادتك هنا تحطه هنا كده. لازم تعمل رشة، لازم ملح. رشه ملح وتحطه فوق بعدين فوق. وبطريقه معينه يعني فوق وتحت. اول حاجه كده رشه الملح كده بطريقه معينه. ماشي سعادتك. وبتاخد دي كده تفضل سعادتك. بطريقه كده معينه كده. رصه معينه. عشان ما ينفعش البطن سعادتك على البطن. لا الظهر على البطن. ايوه علشان لو السمك الملح كله على البطن ممكن ياكل الظهر تحت عينه تحت عشان تستوي كلها مع بعضها. فهم. الظهر على البطن. ايوه الظهر سعادتك كده على البطن. الله سعادتك كده الظهر كده. الله ما شاء الله كده الظهر على البطن. ونروح مدينها رشه ملح تاني. ايوه ما شاء الله. نجيب الظهر على البطن تاني. ايوه ما شاء الله. عينيا ماشي. بايدك الطيبه بقى ونديها. بايدك الطيبه بقى. بايدك الطيبه كده. الله ماشي. كمان سعادتك ايه بقى الاحلى واحلى بقى كمان. سعادتك بعد اذنك. كده زي الغربال. طبعا كده بس عشان اتفضل يا باشا عشان انا نفسي اعملها برضه كده رئيس. اي الله شغل الله. ونروح حاطط ال طيب. بعد كده بقى احنا بنعمل ايه؟ بنطلع كل ده بتغسل. تغسل وتصفي الميه بتاعته. تمام. صفي الميه الاول كلها. تمام. ماشي. نص ساعه نص ساعه حطمه كويس. وناخد من البوكس نحط هنا كويس رق ملح ورق سمك. تمام. رق ملح خلاص. ورق سمك. ونقفل في الاخر. نقفل في الاخر خالص بتاع الملح. يحفظه بقى. زي ده كده. زي ده كده. زي ده كده. نقفله بالملح. نقفله بالملح ونقفل. ونقفل عليه خالص كده. ونقفل عليه. ايوه. في بيان كمان. في بيان كمان زي ده كده. ايوه من بره. التقل ده. ده مقفول عليه كده. مقفول عليه. ايوه. طيب. ده مقفول عليه كده. بعد كده بيروح فين يا معلم؟ بعد كده بياخد هنا فترته. احنا ملحناه. ده احنا ملحناه. بعد كده بعد كده بيروح المخزن. بيروح المحل. محل. كده في المخزن. في يعني انا كده خلصنا جزء المخزن. هنا جزء المخزن. جزء المخزن. كلمة السر هنا. كلمة السر في المصنع. هنا عندنا هو المعمل. البرميل اللي بره هي نفسها. هي نفس اللي هنا. هي نفس. نفس البرميل اللي بره نفس اللي هنا. سر الصنع. طيب نروح بقى المحل. نروح المحل. ونشوف الدنيا رايحة. اتفضل تحت امرك. اتفضل.